متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الانستغرامات منى الإمام أخت سيليا زوجة محمد بشنات احتفلت بعيد ميلادها رفقة أسرتها وأصدقائها. اختارت منى ديكور خاص تناسق مع إطلالتها، حضرت خصيصا لهذا الحفل. وفي الختام ومن باب المزاح، وقع تراشق بالحلويات في آخر الحفل. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.